مساء الفل، في يا جدعان صياح من هنا ومن هنا وزعيق وخناق والدنيا خربت من بعد مباراه الاهلي. هو ايه اللي حصل؟ خطا تحكيمي في مباراه الاهلي وجون اتلغى لوادي دجله. تمام، هو الجول ده ادى الدوري للاهلي يعني ولا ايه؟ تيجي بص كده معايا على جدول الدوري، ده فرق 20 نقطة. معلش يا منيل، فرق 20 نقطة؟ ده الأهلي مبوظ الدوري يا جدعان، والله العظيم مبوظ الدوري فعلا. أصل مفيش دوري قوي الفرق بين المركز الأول والمركز الثاني 20 نقطة، يا نهار أسود. طيب ما يمكن الزملكاوية معاهم حق والأهلي بيتجامل فعلا من التحكيم من بدري في الدوري، وده السبب في الفرق الكبير ده. تيجي تبص معايا كده، الماتش اللي فات النادي الأهلي بيتلغي له هدفين في الشوط الأول، هدفين في الشوط الأول بيتلغوا لأليو باتجي. لما تيجي تبص على الهدفين تلاقي واحد فعلا أوفسايد على مروان محسن، وقلنا كده. طب والهدف الثاني هدف صحيح 100% اتلغى للاهلي، والنتيجه كانت كام؟ 0-0. الاهلي فاز في الشوط الثاني، يعني كان وارد بعد الغاء الهدفين دول الاهلي يتعادل مثلا في النتيجه او يخسر كمان في الماتش والاهلي يتضرر في النتيجه، لكن الاهلي بيكسب. وبعد مكسب الاهلي دايما ما بيبانش الاخطاء التحكيميه دي وما بندققش فيها قوي. طيب تعالى بص معايا الماتش الزمالك نفسه، ماتش الزمالك اللي الزمالك كسب فيه الاهلي 3-1. عندك كره ضربه جزاء 100% لوليد سليمان على محمود علاء، مفيش اتنين اختلفوا فيها، والزملكاويه قبل الاهلاويه وكل خبراء التحكيم قالوا ان هي ضربه جزاء صحيحه، والاهلي حصلش عليها. غير ان كان في طرد مستحق اللاعب الزمالك اللي جاب الجون الثالث، كان ممكن يطرد قبليها والزمالك يلعب ناقص واحد والنتيجه تتغير تماما، وبرده اللاعب ده ما اتطردش. اخطاء تحكيميه مؤثره جدا اثرت في ماتش الاهلي والزمالك نفسه. عملنا ايه احنا؟ اتكلمنا عن التحكيم، اتكلمنا عليه وقلنا ان في غلطات تحكيميه، لكن قلنا ان هو ده السبب الرئيسي في خساره الاهلي والمؤامرات الكونيه اللي بتحصل دي؟ اكيد طبعا لا، عمرنا ما اعتبرنا التحكيم شماعه نعلق عليها اخطائنا، عكس نادي الزمالك اللي هو اتعود خلاص على الموضوع ده. اذا كان بقى في غلطات تحكيميه، مفيش غلطات تحكيميه، هو شايف ان التحكيم ده هو محور الكون، انا التحكيم اللي بيخسرني كل البطولات، اي بطوله بخسرها انا بخسرها بسبب التحكيم. يا جدع ده من ساعه ما الفار دخل الدوري المصري قال لك ده انا ممكن ارجع انافس على الدوري تاني، والفار هيخسر الاهلي نقاط كتير وهقدر ان انا اكسب في وجود الفار، والزمالك ما بيخسرش بطولات في وجود الفار، والهري اللي ملوش لازمه ده. طيب يجي بقى الفار يحسب ضربه جزاء ضد الاهلي، يقول لك بص بقى، بص في وجود الفار ضربه الجزاء دي اتحسبت ضد الاهلي، لو الفار مش موجود كانت ضربه الجزاء دي ما اتحسبتش، الفار هو اللي بيحقق العداله التحكيميه. تمام، طب يجي بقى الفار يلغي هدف ضد النادي الاهلي، يقول لك اه لا ده الفار هنا ده مش فار، ده عار. يا عم طب ايه الفار هيظبط التحكيم ولا مش هيظبط التحكيم، ولا انت ايه مشكلتك بالظبط؟ عارف انت مشكلتك في ايه؟ مشكلتك ان انت مش قادر تنافس النادي الاهلي في بطوله الدوري ابدا، لان بطوله الدوري محتاجه استمراريه الموسم كله، وانت ما فيش عندك استقرار يخليك تنافس النادي الاهلي في الدوري، لكن انت ممكن تنافس النادي الاهلي في الكاس، وبتاخد الكاس فعلا في الفتره الاخيره اكتر من الاهلي. طب هو الكاس التحكيم فيه بيبقى ايه؟ تحكيم مصري على فكره، نفس التحكيم بالظبط. طب ليه بتكسب انت الكاس؟ لان الكاس 6 ماتشات ممكن ان انت تخطفه على طول، مش عايز نفس طويل زي الدوري اللي الاهلي مكتسح فيه الدوري المصري. طب بتلجا لايه بقى؟ بتلجا على طول للشماعات، تلجا تبص للتحكيم، والتحكيم ظالم، التحكيم ظالم، التحكيم ظالم، والفار ظالم، واحنا ما بنخسرش غير بالتحكيم، وكلام ملوش لازمه، مع ان النادي الاهلي اقسم بالله بيتظلم من التحكيم اكتر ما بيستفيد. بس الفكره ان انت بتتظلم التحكيم في ماتش وبتخلص الماتش ده كسبان في الاخر، فما بيفرقش معاك قوي، ما بتعلقش على التحكيم قوي. وحتى لما التحكيم بيضرك في ماتش ما بتعلقش كل اخطائك على التحكيم، لا بتشوف ايه الغلطات اللي موجوده في النادي بتاعك انت، بتحاول ان انت تصلح من نفسك، عكس نادي الزمالك خالص. نفكنا بقى من كل الهري ده، النادي الاهلي بيفوز على وادي دجله 2-0 علشان يتبقى له 11 نقطه بس في الدوري المصري عشان يحسم بطوله الدوري المصري رسميا. 11 نقطه يعني تفوز 3 ماتشات وتتعادل ماتش وتستنى سقوط نادي الزمالك وبيراميدز اي مباراه في ال10 ماتشات اللي فاضلين، او تكسب 4 ماتشات من ال10 ماتشات اللي فاضلين، يعني الدوري خلاص كل سنه وانت طيب، والنادي الاهلي قدر يكسب الدوري المصري رسميا. نتكلم كوره بقى على ماتش النهارده. النادي الاهلي بيبدا المباراه بتشكيل 4-4-2، محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر مكون من 4 لعيبه، على اليمين محمد هاني وعلى الشمال ايمن اشرف، واثنين سرد باكات ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، قدامهم 2 ديفندرات حمدي فتحي وجنبيه مجدي قفشه، على اليمين موجود احمد الشيخ وعلى الشمال جيرالدو، واثنين مهاجمين مروان محسن واليو باجي. الاهلي بيبدا الشوط الاول بيحاول يهجم على وادي دجله من بدايه المباراه، احمد الشيخ فايق بيعمل كورتين ورا بعض، واحده في الدقيقه 3 لمروان محسن بياخدها على الطاير على طول بشكل حلو جدا، لكن بيتصدى لها محمد عبد المنصف، وكره ثانيه في الدقيقه 8 بيعدي بيها بشكل كويس جدا من الجبهه اليمين وبيلعب كره بالعرض لجيرالدو، الجول فاضي خالص، الكره بتعدي من تحت رجليه، ارحمنا بقى يا اخي. لكن بعد 10 دقائق كده من المباراه وادي دجله بيدخل اللقاء بشكل كبير وبيبدا ان هو يعمل هجمات، وكره في الدقيقه 10 انفراد كامل لوادي دجله، كره بتتحط بيتالق فيها محمد الشناوي، وفي الدقيقه
18 الكرة الطولية اللي اتكلمنا عليها كتير اللي بتتعمل في ظهر دفاع النادي الاهلي وانفراد كامل لوادي دجلة، لكن ارتداد هايل من رامي ربيعة وكتف كده مع مهاجم وادي دجلة وبياخد الكرة وبينقذ انفراد كامل كان ممكن يكون الهدف الاول لوادي دجلة. محمد هاني واحمد الشيخ كانوا فايقين بشكل كبير في الشوط الاول، وخصوصا محمد هاني رفع 4 أو 5 كرات في الشوط الاول، كان نشيط جدا في الجبهة اليمنى وكانت جبهة خطيرة جدا للنادي الاهلي عكس الجبهة اليسرى تماما. الجبهة الشمال في النادي الاهلي كانت صفر هجوميا، ايمن اشرف ما بيزيدش خالص وضعيف جدا هجوميا عكس الدفاع تماما، جيرالدو من قدامه لا حول ولا قوه الا بالله، لاعب اقل بكتير جدا من انه يلعب للنادي الاهلي، مع انه للاسف عمل اسيست الجون الاول، لكن لاعب اقل بكتير جدا من مستوى النادي الاهلي. وادي دجله كان افضل في باقي الشوط الاول، بيلعب ماتش استحواذ بشكل كبير، بينزل بالكره من ورا لقدام وبيعمل بناء هجمه، فريق محترم جدا وبيلعب كره كويسه جدا، وقدر ان هو يوصل لمرمانه اكتر من مره وسجل هدف اتلغى، وقدر ان هو يوصل في اكتر من فرصه خطر جدا على النادي الاهلي. وفي الدقيقه 33 راسيه وفرصه هدف من مروان محسن بعد رفعه من محمد هاني برده اللي رفع رفعات كتير جدا في الشوط الاول خصوصا. وفي الدقيقه 37 فاول خطر جدا للنادي الاهلي من مكان مميز جدا في الملعب. عندي تعليق مهم جدا على الفاول ده، الفاول من مكان خطر جدا في الملعب، في 7 لعيبه للنادي الاهلي كانوا جوه ال 18، عدد كويس جدا. انا قلت طبعا الكره هتترفع، 7 لعيبه في ال 18 منهم اليو بادجي بيلعب بدماغه كويس جدا، حمدي فتحي بيلعب بدماغه كويس جدا، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، مروان محسن، لعيبه كتيره بتلعب بدماغها في ال 18 وعدد كبير جدا من لعيبه الاهلي، قلت الكره دي ممكن تكون جول بشكل كبير. على التنفيذ مين؟ مجدي قفشه، لعيب بيقدر ان هو يرفع الكره بشكل كويس، لكن اتفاجئ والاقي مجدي قفشه بيصلحها كده لجيرالدو عشان يشوط الكره، ما يقدرش يسيطر عليها والكره تعدي بشكل غريب جدا. طالما انت ناوي تلعب الكره بالشكل ده وتتصلح للاعيب يجي يشوط، طب كان اولى ان مجدي قفشه هو اللي يبقى واقف على الشوط، الكره تتصلح له ويشوط من بره ال 18، لعيب بيقدر يصوب بشكل كويس جدا، او مثلا حمدي فتحي. لكن جيرالدو لعيب اصلا ما بيشوطش بقوه خالص، وما شفناهوش بيسدد من بره ال 18 تصويبات قويه خالص، كره غريبه جدا من النادي الاهلي. لا انت رفعت الكره واستفدت منها من العدد الكبير اللي كان عندك جوه واللعيبه الكتير اللي بتقدر تلعب بدماغها، ولا اللي كان واقف على ال 18 لعيب فعلا بيقدر يشوط من بره، فتتلعب الكره كده مفاجاه لوادي دجله ونلاقي شوطه فعلا ممكن يجي منها جول في الشوط الاول. وبعدين في الدقيقه 40 ضربه جزاء صحيحه 100% بدون الرجوع الى الفار للنادي الاهلي، كره هاند بول واضحه جدا، ضربه جزاء ما فيهاش اي كلام، بينفذها مجدي قفشه وبيضيع ضربه الجزاء ويضيع التقدم للنادي الاهلي. معلش بس لازم يكون لينا وقفه هنا، اخر ضربه جزاء للنادي الاهلي كانت في ماتش الانتاج الحربي، ضيعها برده علي معلول والماتش انتهى 1-1 والنادي الاهلي خسر نقطتين في الماتش ده. ضربه الجزاء دي انت بنسبه فوق ال 90% الكره المفروض تكون هدف، فلما تضيع اخر ضربتين جزاء اتحسبوا للنادي الاهلي، لا يبقى هنا في مشكله، لازم نركز شويه على ضربات الجزاء في التدريبات، خصوصا ان انت داخل على ماتشين صعبين جدا قدام الوداد، فاي ضربه جزاء ممكن ان هي تتحسب لك لازم ان هي تكون هدف 100%، غير ان انت ممكن تتعادل مثلا في ماتش الذهاب والاياب وتنتهي اصلا المباراه بضربات جزاء، واخر ماتش انتهى بضربات جزاء للنادي الاهلي كان في السوبر قدام الزمالك، خسرنا برده بضربات الجزاء، ففي مشكله عند النادي الاهلي في ضربات الجزاء وفي الكور الثابته عموما، ان انت فنشت النهارده الشوط الاول بخمس ضربات ركنيه ما جبتش منهم جول برده. وفي الدقيقه 42 الهدف الاول للنادي الاهلي برأسيه روعه من مروان محسن باسيست جيرالدو، للاسف مروان محسن بيسجل تاني للنادي الاهلي عشان يرفع من روحه المعنويه بشكل كبير قبل مباراه افريقيا، ان شاء الله نستفيد من مروان محسن واليو بادجي اللي في حاله كويسه جدا حاليا في مباراه افريقيا القادمه. وقبل نهايه الشوط كده راسيه من رامي ربيعه فوق العارضه كانت ممكن تكون الهدف الثاني للنادي الاهلي من الشوط الاول، والنادي الاهلي يفنش المباراه تماما. رامي ربيعه لازم يركز على ضربات الراس هجوميا لانه كان مميز فيها جدا قبل كده وقل جدا في الموضوع ده وما بقاش يجيب اهداف منها تماما. بيبدا الشوط الثاني النادي الاهلي بدون اي تغييرات، بيلعب بنفس التشكيل اللي بدا به الشوط الاول، النادي الاهلي بيحاول يهدي رتم الماتش بشكل غريب جدا. وفي الدقيقه 64 خطا كارثي من محمد الشناوي بيخرج خروج خطا جدا وبيجي هدف الاول لوادي دجله اللي بيلغيه الفار، الهدف اللي عمل البوليكه دي كلها. طيب رايي ايه انا الشخصي في الجول؟ انا رايي ان الجول هدف صحيح، بس هدف ممكن يختلف عليه حكم والتاني، لان الكوره كان فعلا في لاعب لوادي دجله واقع في مصيده الاوفسايد والكوره كانت ملعوبه في اتجاهه، وفعلا ممكن ان في حكم يحتسب ان اللاعب ده منع لاعب الاهلي من ان هو يروح للكوره، فهو متداخل في الكوره بشكل كبير فالكوره اوفسايد صحيح، ولاعب تاني يشوف ان اللاعب ده لا كان بعيد عن الكوره والكوره ما فيهاش اوفسايد وهدف صحيح لوادي دجله، لكن الفار يتدخل في الكوره ويلغي الهدف الاول لوادي دجله ويكمل الماتش 1-0 للنادي الاهلي. وفي الدقيقه 67 التغيير الاول للنادي الاهلي اتاخر جدا فايلر فيه النهارده، ما تعودناش منه على ده في الماتشات الاخيره، خصوصا ان انت عندك 5 تغييرات، بينزل اليو ديانج الهارب زي ما صفحات الزمالك كانت بتقول، وبيخرج مكانه احمد الشيخ عشان ينزل ديفندر تاني في نص الملعب ويحرر مجدي قفشه وينزله تحت المهاجمين. وفي الدقيقه 71 هجمه نموذجيه بتتعمل بشكل رائع جدا من مروان محسن
يحسن الاليو بادجي لجيرالدو كره هدف 100%، ولكن عبد المنصف بيتالق من جديد ويحرم النادي الاهلي من هدف رائع جدا. وفي الدقيقه 73 تعامل غريب جدا كده مع محمد الشناوي في كره عرضيه بيعملها بشكل غريب جدا، حسيت ان محمد الشناوي مهزوز جدا في مستواه النهارده، لكن صفحه ونقفلها طبعا بالنسبه للشناوي اللي بيقدم مستويات فوق الروعه في الفتره الاخيره وحارس مصر الاول بدون نقاش. وفي الدقيقه 74 بينزل وليد سليمان بدل مروان محسن وبينزل جونيور اجايه بدل مجدي قفشه عشان يرجع النادي الاهلي للخطه الاساسيه بتاعته 4-2-3-1. 10 دقائق كده شوط ممل جدا واداء سيء جدا من النادي الاهلي، محاولات من وادي دجله باستحواذ لكن مفيش خطوره حقيقيه على المرمى. وفي الدقيقه 85 بينزل احمد فتحي بدل جيرالدو اخيرا. وفي الدقيقه 92 كالعاده النادي الاهلي كسبان خسران متعادل ما بتفرقش معانا، الهدف اللي بلس 90 ده بيغسلنا من جوه، شوطه صاروخ من النجم حمدي فتحي من على حدود ال 18، جول رائع جدا قال لها روحي كده في الجول راحت، وتنتهي المباراه 2-0 لصالح النادي الاهلي. افضل لاعب في المباراه من وجهه نظري مروان محسن، مروان محسن لما بيجيد لازم نشيب بيه طبعا. واسوا لاعب في المباراه مجدي قفشه اللي كان بيلعب النهارده في مكان غير مكانه وكان ضايع في المباراه بشكل كبير جدا وما حسيتش بيه خالص النهارده. سلبيات المباراه بقى، اولا طبعا ضربات الجزاء، لما يكون اخر ضربتين جزاء ليك مضيعهم يبقى في مشكله واضحه جدا في ضربات الجزاء لازم اركز عليها. لما يكون اخر مباراه ليك اتحسمت بضربات جزاء قدام نادي الزمالك تخسر فيها من نادي الزمالك بضربات جزاء يبقى انت عندك فعلا مشكله في ضربات الجزاء لازم يتركز عليها جدا في التدريبات، ولازم يبقى عندك لعيبه معينه بتصد ضربات الجزاء باتقان كبير جدا عشان لما تيجي تتحط في موضوع ضربات الجزاء ده ايا كان بقى ضربه جزاء ليك في مباراه او تفنيش ماتش ان انت هتلعب ضربات جزاء مع فريق تاني وعايز 5 لعيبه او اكتر يشوطوا ضربات الجزاء يكون عندك لعيبه فعلا بتجيب ضربات الجزاء بنسبه 100%. وتاني حاجه سلبيه بتكلم عليها طبعا كل فيديو الكرات الثابته، ضربات الركنيه والفاولات اللي النادي الاهلي لسه ما بيستفدش منها تماما، وده سلاح مهم جدا جدا للفرق الكبيره في الماتشات اللي متقفله. اما الايجابيات بقى فوز مهم للنادي الاهلي في الدوري وكلين شيك جديد، وتاني حاجه النادي الاهلي بيفصله خلاص 11 نقطه على تفنيش الدوري رسميا بالنقط، وتالت حاجه تسجيل هدف لمروان محسن اللي بيرفع من روحه المعنويه بشكل كبير جدا قبل مباريات افريقيا اللي كده كده هنحتاجه فيها، ورابع حاجه ان المباراه القادمه قدام حرس الحدود هي اخر مباراه لعقوبه كهربا، ومن بعديها كهربا هيكون جاهز مع النادي الاهلي في الدوري وهيفرق جدا عوده كهربا مع النادي الاهلي. كده بقى انا خلصت كلام في ماتش النهارده، مستني بقى رايكم تحت في الكومنتات، قول لي مين افضل لاعب كان في النادي الاهلي النهارده ومين اسوا لاعب وايه رايك في الاداء التحكيمي في المباراه. وما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. سلام.